FM. الكل مليك. بس نحكيو على الفوائد الطبية للعناق. للعناق. دونك كشفت دراسة حديثة أجراها العديد من الباحثين في جامعة فيينا الطبية بالنمسا اللي العناق يساعد على تحسين الذاكرة، ينقص من ضغط الدم ونقص من القلق والخوف ويزيد في الصحة النفسية، شرط أن يكون مرغوب من الطرفين. دونك ما نجمش تعنق عبد ما عينوش، ما نجمش نعنق صدام مثلا. دونك طبيب أعصاب أوضح أنه الأثر الإيجابية للعناق تصير برك في حالة أنه الطرفين الزوز يكون عندهم ثقة كبيرة من بعض هم وعندهم مشاعر متبادله. البيجي والغنوشي. البيجي والغنوشي. دونك اللي قاعد يصير في الكيس هذاك تاع الفري هاكس هذاك راهو مش هذاك اللي نحكيو عليه، اوكي هذاك خاطر بلاش، ولكن عباد ما تعرفش بعض. وفي حال انه الطرفين يبعثوا اشارات ايجابيه لانه حذر انه في حال كان الزوز عباد ما يعرفوش بعضهم بالكدا، والا كان العناق غير مرغوب فيه من الطرفين، وقتها الاثار الايجابيه نتاع العناق تختفي ما تصيرش. ما فهمش. الطبيب قال زاد انه فما هرمون يتم إفرازه، هرمون يتم إفرازه خلال العناق يساهم في زيادة الرابط والسلوك الاجتماعي والقرب بين الوالدين والأطفال بين الأزواج. وحذر أنه في حال العناق كان مش مرغوب به ولا جاء شخص غريب فأنه يتم إفراز هرمون آخر، دونك مش كيما الأولاني. ما نحبش نسميها سميهم خاطر سميهم غريبة على الأخر الهرمونات. دونك يؤدي القلق الشخص وتعتبر خصوصيته انتهكت. دونك برشا تعابير على العناق. شنو هذاك اللي عملت صدام؟ العطسه تاع صدام من العناق هذاك. العناق في الهواء. اي دونك التعنيق زاده يساعد على انتظام ضربات القلب واعتدال ضغط الدم ويخفف زاده من الاحباط ويحث على الاسترخاء. واوضحت الدراسه انه السبب في هذا يعود القيام المخ بافراز هرمون لازم نقول اسمه اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين اللي يساهم في شعور المرء بالامان، وذاك زاده عند وقت البكاء. دونك وقت البكاء كي تعنق سيد اللي يبكي، العبد اللي يبكي، تنقص برشا من الحزن اللي عنده. وعند الاطفال زاده يساهم في نمو عصبي متوازن ونمو عاطفي متوازن. دونك هذا عند الصغار زاده. هذا هو. دونك العناق يعاون برشا في الحاله النفسيه نتاع العبد. اما يلزم يكون الطرفين خاطر ما نعرفش يعنقوا بثلاثه، وما عنقوش بثلاثه ظاهر. الترويكا عنقوا بثلاثه. اما بن جعفر خرج البرا من بعد وقعد لقات النهضه واحد. فما شكون ما عينوش. سيرمون وقتها فما شكون ما عينوش. دونك هذا هو العناق. اليوم العالمي للعناق اليوم. العناق. اليوم العالمي للعناق اليوم. فما برشا ايام عالميه كل يوم في العام. فما ايام، فما نهار عالمي مربوط بحاجه. دونك بشويه بشويه تنحكيو عليهم الكل. في تونس 50 بعد الثوره عنقنا. شنو عنقنا بعد الثوره؟ عنقنا حيط ابارامون. حيط ولا عرسه. خاطر ابارامون دخلنا في الحيط وفتناه سي. لقينا العرسه. يلا عنقوا بعضكم الناس الكل. الكل مليك.